أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أتوسل بعمل صالح لي بحيث أن أتصدق بمبلغ من المال ومن ثم أتوسل بهذه الصدقة لكي يحصل لي من المطلوب من الله جل وعلا؟ نعم، الحديث: داووا مرضاكم بالصدقة. يتصدق الإنسان من أجل شفاء مريضه أو شفائه هو. الصدقة فيها دفع للبلاء إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى، وهي عمل صالح.